عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: وحين بلونا سورة بغلية سقالات مقعدة سورة الكافرون بالليلة هي دون أوام مكي وإنت رسولكم مكا كنا ولا سورة دي سعودة قيبة كمتاي آياتها دون اللحوة. سورة الكافرون وسورة ديابلة سيدي هذا شيء سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال، وهو هي توحيد كيبا موجيسي كلا قري جبسنا ويكون واغضي ذاتك ألا عابودا يا ذاتك ألا عابودا يا وحكا دحين كرئنا لأركين تاسنا وحي اهي الجواب الى هكا الجواب ايي خاي قالد سو جيديسي او رسولك عليه الصلاه والسلام. ود لو تدهنوا فيدهنوا بين صوره القلم كو سو مرني فكره بيو كان اي لي الى عيال كانوا عابدنا سند ملعب هذيك انا مثل كاغا سند بانو كل عابدينا ابا يينا مرمن او ان اسعى عاين مداهله ان سميسن يسيسك حدا نغو وناكسنت هاي اديك او وحاغ رون يا حق يا هاي سند كانوا واح كله ود ودني أيه إنه كوا ده جد بدونا حدا إنه كوا ناقصنا هينا سند كاد واح نروادي أيه إنه كوا جد بدونا كل كهشيس كاس قرابة نما أيه إنه يرانو أيه إنه كله ده سند دي عاية دي دجال كود تامر كيسو جدي أم بصورة دوتيمي هي دي باللغة جوابي صفات ودي باللغة واقعي صراحة القرآن كاري يا أيها الكافرون بالي ورجالي جد لغو ما سو قبل قريش نمي يا وحي جعلايين يا مقعيال كودي اللوغو ما ييرين كل كان ماشية وحي حسابا تاي على غكرة قوشي قال لبا الدولو مركا يسوح عن أقام أو يسنعان سفيرة لك لقادنا أيها كلاو يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وحاوا يا وحي نغادا حين كرامالي اسكو عبادة لمنهم اسكو معبود لمنهم حق معبود كمركي لغا هدلو اني الان عابودا واحدة اذن الا بعد عابودان وشتان ما بين المعبودين من وطن عابودي هي من رحمن عابودي وحكما دحين كلام كل كان لبدا معبود كالتاقي لبدا عبادة ويمو لبدا عبادة نوي كالتاقي وعبادة اني قام سمعين ايو مد بجد ايي واستقى فرويت الماموي وانا توحيد يا صلاة يا صوم يا زكي يا حج إذن كنت أسمعين إيسانا وأمدنا في الشيطان إذن تلمامي وهو شرك إلهي ألاب لا إسكدب وضو كل كان لبدا عبادانا إسقبا مايان لبدا معبودنا إسوئي من مايان كل كان إنك لدائي إذن نوحي نوتا النوحي كان ودنا يا إلا تلك لأيك تمادو مسلم كتب رئيسو قائد إيا ملتر يا عيدما لغيشو وجهاد لواجبيو إنك لك عيو كل كان معنا هي سورة ذكاء هذا شيءنا معنا هو كل كان تبرر شرك يلا قفوا هذا أي هذا شيء وأنا من سورة التوحيد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة وعن سورة دنكو بالله بيا بسم الله ألا ما جي عسك الشدي اللي هي الرحمن نحريس جود أدم له ولقارت نحريسة الرحيم متقارها نحريسة قل وحات هذا رسولك شرفت له كلمة قل أو كليته أيها وحين أقول فلان تاي إن أدلي شنو نبي نمد النبي عليه الصلاة والسلام معايا لوحا هذا الكاد كورنا يا ورب كل كمرك أقول كيري نبوة ذي وعد هالك والله أورين كرايا واحد كان ربي أقول له الله يو أي واحد أولي هاي نبوة ذي سوى عد هاي حقا ينقص عمرنا بشرك سيد أبا أقول هذا له سد حسيالو إن أي تاي في سورة السورة ما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا كل كان مركا ربي وكل يهي سيدا وعد هاي النبي نمدي كل كان وحكا ووح تبليغة وحق الله لغا كيني إلا أن رسولكم تصرف في سودا وحيك وانبو وافق سنة إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي أي أن صومرني أمنا عائشة رضي الله عنها مركي خلق ذي سلو ويدي كان خلقه القرآن بيتري كل كان وحن قل له اللي يهي إنه يهي وح الله حقي كيمد إساقنا مبلغ عن الله يهي ووحي بكو هذلي وإساق أمد سوء قارتين هيا كل كإساق هو مبلغ إلهنا هو منزل
innagaa markaa inaynu mufakiriin noqonno yaa loo baahan yahay xaggaynu ku soo marnay. qul waxaad tidhaahdaa rasuulka sharafta lahu, yaa ayuha alkaafiruun, kuwiinaa gaaloobayo ashaa la geliyo arag. waxa weeye caddayn magacoodii la caddeeyey bikulli saraaxa. inta nido la sameeyo yaa la yidhi oo xarfu tanbiih lagu daray oo alla keenay baa sifadoodii gaalnimada ahayd lagu dharaariyey. war wixiinaa gaalad ahow, yaa ayuha alkaafiruun, wixiinaa xaqa diidee gaaloobayow, laa acbudu caabudi aan maayo maa waxa atacbuduuna caabudaan oo alaabta. marka macbuudkii waa laga hadlayaa, alaabtaad caabudaysaan dhagaxyaalka iyo asnaamta iyo qoryaha qalabkanaad urursateen ee aad caabudaysaan idinla caabudi maaya aniga. walaa antum idinna miihidin caabiduuna kuwa caabudaaya maa acbudu allaha aan caabudaayo, waydinkaaba diiday. saddex iyo toban sanaan idinku dhex jiray oon xaqa idinku yeeraayay kolka allahan caabudaayo inaad caabudaanna idinba diide. markaa macbuudkii baa laga hadlay, cibaadiina waa tan, walaa ana aniga miihi caabudun mid caabudaaya maa sida aad cabadtum wax u caabudaysaan oo cibaada idinku waxa u samaynaysaan. anigu shirki baan u aqaanaa iyo gaalnimo wey. aniga waxaan samaynaayo wax eebba jideeyey haddana loo samaynaayo liwejhihi tacaala oo ikhlaas loogu samaynaayo isaga oon cid kale la lahayn wey. idinku waxa aad samaynaysaanse kolkii hore naf iyo shaydaan baa jideeyey haddana waa waxaad shirki ku samaynaysaan wey. kolka walaa ana aniga miihi caabidun mid wax u caabudaaya maa cabatum saad wax u caabudaysaan oo ka cibaadati kum wey. walaa antum idinna miihidin caabiduuna kuwa caabudaaya maa acbudu sidan wax u caabudaayo ikhlaas iyo tawxiid maba aad ogolinino, waydinkaa diiday wey. kolka allakum idinka waxaad gaarnimo u leedihiin diinukum shirkigiinna, waxaa idinku aad samaynaysaane cibaadanimo u samaysaan idinku idinku kooban yahay idinla wadaagi maayo weliya ana diini baan leeyahay oo tawxiidkii ikhlaaskiya ikhlaaskii ilaa cibaada loo baraxtiro iyo tawxiidkii yaan leeyahay. waa tafsiir. mid labaad oo la yidhaahdo filxaali walistiqbaal baa loo wadaa oo laa acbudu maa tacbuduuna, hadda idinla caabudi maayo, walaa antum caabuduuna maa acbudu, idinna hadda ila caabudi maysaan, walaa ana caabudu maa cabadtum, dib dambana idinla caabudi maayo, walaa antum caabuduuna maa acbudu, dib damba ila caabudi maysaan. shooyagii dib u caabuday maaha oo fatxu makaa dhacdo nimankii waxay birtu leeftay ee ajashu boobtay iyo geerida maahaane wixii kale way soo islaameen. kolkaa filistiqbaal rasuulka unbay ka suuragalaysaa. amaa wakhtigan mustaqbalkaa basharka intiisa kale isaga waa macsuum oo inuusan dib iyo horay midna u caabudan kayr allah waa caddahay, amaa iyagu rabbi baa yaqaan. kolkaa in lagu xambaaro inta tawkiid laga dhigi lahaa aayadaha layska dulkeeni lahaa in cibaadiyo macbuudkii lagu xambaaro oo laa acbudu maa tacbuduun, alaabtaad caabudaysaan caabudi maayo, walaa antum idinna ma ihidin caabiduuna kuwa caabudaaya maa acbudu allaha aan caabudaayo, walaa ana dib u aniga mi ihi caabudun mid caabudaaya maa cabadtum ka cibaadatikum, habkaad wax u caabudaysaan wax u caabudi maayo isku cibaada ma ihin. idinku waa shirki, ana waa ikhlaas eebba loola dan leeyahay. hawsha la qabanaya waa kala laba, idinku naf iyo shaydaan baa idiin jideeyey anigase eebba ii jideeyow. walaa antum idinkana ma ihidin caabiduuna kuwa wax u caabudaaya maa cabudusaan wax u caabudaayo, lakum waxaad leedihiin diinukum idinka camalkiina, weliya ana waxaan leeyahay diini camalkayga wey.